السلام عليكم شباب. إن شاء الله اليوم محاضرة الـ IV Fluid Therapy من المحاضرات المهمة جدا بالواقع العملي وأيضا بالفارما. زين، أقول لك الـ Fluid Therapy إما نستخدمه Administration Fluid the Patient Treatment or Preventation Measure، يعني نستخدمه للأشخاص اللي عندهم Fluid Loss، اللي عندهم Hemorrhage، اللي عندهم Vomiting ونوجيا، اللي يفقدون سوائل. أوكي زين، Fluid therapy be life saving in the certain condition like shock, accident, bleeding. نفس ما قلت انه نقدر انه نعالج بها الشوك والاكسيدنت، نحمي من خطر الوفاة والبليدنج ايضا. زين، may be dangerous from use incorrectly، بعض الاحيان تكون خطرة اذا استخدمناها بصورة خاطئة. اكيد كل دراج نستخدم بصورة خاطئة ينقلب dangerous، خطر. الانواع اللي ممكن تدخل بالكلينيكال براكتس مالتنا، اول واحد كريستالويد، الكولويد، البلود برودكت. زين، هناخذ الكريستالويد والكولويد. البلود برودكت يعني ما حنطلق لها بهالمحاضره. انواع بس ناخذ انواعين اللي هي هول بلود، بيكت ار بي سي، بليتلت، فريش فروزن بلازما الاف اف بي. اوكي، لان انواع اللي ينطوهن بالطوارئ. زين، عندنا الاي في فلويد سوليوشن ايش بيها؟ تكون عندنا الكترولايت سوليوشن، اكو بعض انواع يعني يكون محتوي على الكترولايت، contain varying amount cation and anion، cation and anion، بها كاتيون وانيون، يعني مثل ال NA، مثل البوتاسيوم، مثل الصوديوم، مثل الكلورايد، ذني كلهن هن يعتبرون الكترولايت. اوكي زين، مثال عليهن هن النورمال سلاين، رينجل سوليوشن، لاكتيت رينجل سوليوشن، ذني الانواع مالتهن. عندنا بعض الاحيان نوع ثاني يسموه نيوتريانت سوليوشن، اللي هو يحتوي الدكتروز والووتر. الدكتروز هو نوع من انواع السكريات. اوكي، فتكون شنو؟ تكون مغذيه، تكون نعطيها للاشخاص اللي عندهم فقدان بالنيوتريشن. زين، سبلاي فلويد ريكويرمنت كاربوهيدريت اند كولاري، تنطي كولاري وكاربوهيدريت وانرجي للمريض اللي نعطيها هاي اللي هو نيوتريانت سوليوشن. زين، مثل الدكتروز useful prevent dehydration، يمنع الديهايدريشن. الاشخاص اللي عندهم vomiting وديارية كرونيك مستمرة، يعني عنده اكثر من 3 الى 4 ايام، نعطيهم هذا النيوتريشن دكتروز. زين، example nutrient solution يا هو دكتروز water اللي حكيت قبل شوية عليه. زين، حنجي اما للكريستالويد. الكريستالويد are solution اشبي that contain small molecule following across cell membrane. الله، ده شنو؟ ذا بلود ستريم. يقول لك بعض السمول مولكيول تعبر المن الى البلود ستريم عن طريق الانترا فاسكولار سبيس. اوكي زين، انتو ذا سيل بودي تيشو اند اكسترا كومبارتمنت اكسترا فاسكولار سيل، يعني تعبر المن، تعبر النوبل تيشو للاكسترا فاسكولار. ذا انكريز فلويد فوليوم بوث انترستيشال اند انتر فاسكولار سبيس، الانكريز مال الفلويد راح يزيد وين؟ بالانترستيشال والانتر فاسكولار سبيس، اثنيناتهم يزدادن. زين، راح تنقسم الى شنو؟ لا، ثلاث انواع، يعني هو نفس الكريستالويد ينقسم الى ثلاث انواع. ايزوتونيك اللي يكون متعادل، اللي يكون شنو؟ المغذي اللي نعطيه نورمال سلاين معادل الى البلازما مال الدم، اذا كان معادل نسميه ايزوتونيك، اذا كان تركيزه اكثر او العفو اقل منين؟ هاي هايبوتونيك، تركيزه اقل من البلازما يكون شنو؟ يكون هايبوتونيك، واذا كان تركيزه اعلى من البلازما شو يكون؟ يكون هايبرتونيك. اوكي؟ زين، نفس ما قلنا انه الايزوتونيك النورمال سلاين يكون شنو اول شيء؟ ايزوتونيك. هسه ذني كلهن ايزوتونيك، يقول لك عدد لي خمسه او اثنين ثلاثه محتويات ايزوتونيك من الاي في فلويد. قلنا نورمال سلاين، زين، الدكتروز 5%، يعني نورمال سلاين اذا كانت 9 نقول عليه ايزوتونيك، اذا كانت اكثر من 9 نقول عليه هايبر، اقل من 9 يكون شنو؟ يكون هايبو. الحال مثل ايضا يطبق على ديكستروز، اذا كان 5 يقول الايزوتونيك، اذا كان مثلا اكو 20 واكو 50 هذا هايبر، او اكو 2.5 هذا هايبو. تمام، الرينجر لاكتيت نفس الشيء، والرينجر سوليوشن نفس الشيء. اوكي، يعني اذا زادت هايبر، اذا قلت هايبو. يقول لك ايزوتونيك فلويد، ايزوتونيك ميجرمنت ذي هاف سيم كونسنتريشن ان ذا بلازما بروتين، قلت لك هو يحتوي على نفس النسبه بالبلازما بروتين. اوكي، يعبر على الانتر سيلولار والاكسترا سيلولار سبيس. ايزوتونيك توتال اوزمولاريتي كلوز ان ذا اكسترا سيلولار فلويد اند كوزز ريد بلود سيل اور شرينكينج اور شنو؟
يقول لك ما السبب، شنو ما السبب للار بي سي لا شرينك ولا سول، لا تنكمش ولا يعني يصير لها انتفاخ. زين نورمال سيروم اوزمولاريتي الادل ايش قد؟ 285 الى 295 بالحاله شنو؟ الحاله الطبيعيه. زين ايزوتونيك فلويد اول واحد حناخذه هو الصوديوم كلورايد سوليوشن النورمال سلاين. شنو الاسم الشائع مالته؟ اسم الشائع مالته هو نورمال سلاين، يستخدموه بالحالات اللي ليش؟ لانه يكون سميلر بلازما، يعني وين ما نقدر نستخدمه عادي كل الحالات نقدر نستخدمه. ليش؟ لانه هو سميلر ذات بلازما، يعني التركيز مالته مثل البلازما. زين فلويد ريبليسمنت نستخدمه اللي هو عن طريق الفلويد لوس كونتين صوديوم كلورايد، يعني الاشخاص اللي صار لهم فلويد لوس نعطيهم نورمال سلاين. نعالج بها مايلد هايبوناتريميا، نقص بالان اي هايبوناتريميا نعالج بها شنو؟ ايضا النورمال سلاين بس الحاله المايلد وليس السيفير. زين كونتين شحته 154 سي ال ان اي، حفظ هاي 154 ان اي 154 سي ال. زين mainly use electrolyte replacement extracellular fluid. بعضها ايضا هذا قلت لك اذا كان اكثر من 9، هذا اكثر من 9 نورمال سلاين هايبرتونيك، هذا اكثر من 9 ايضا هايبرتونيك، 9 ايزوتونيك، اقل من 9 هايبوتونيك. زين يعني هاي تصنيفات مالتهن. زين هاي 154 قلت لك انه تحفظهن، هذا جدول نفسيته. زين اليوز مالته مو نقدر استخدمه، اقدر استخدمه بحالات الهيموريج، اقدر استخدم حالات الشوك، سيفير دياري اند فوميتنج، دي كي اي، ذا اونلي فلويد يوز وذ برودكت بلود برودكت، يعني اقدر استخدمه اثناء ما انطي البلود برودكت. اوكي عالج بيه الهايبو ناتريميا. زين هذا هو استخدامات النورمال سلان، يعني لازم تحفظهم جدا مهمه او ملاحظه مهمه. يقول لك انه الهارت فيلر ممنوع تستخدم له النورمال سلاين اند بلمونر اديما رينال امبيرمنت. ليش؟ لان الهارت فيلر هو عنده اديما، يعني هو عنده صاير اسايتس، فانت تيجي تنطي ان اي هذا ان اي يسحب ويا المي. اوكي يسحب ويا المي فشو يصير عنده؟ يزود عليه، يعني يزود عليه المي، فهذا خطر يعني. فالبلمونر اديما هو عنده اديما وتنطي ان اي ممكن انه ياثر عليه ويعني يزيد الحاله خطوره. زين هايبرتونيك وين استخدمه؟ استخدمه سيفير داليوشنال هايبوناتريميا اللي يكون سيفير، قبل شوي قلت لك مايلد نستخدم له نورمال سلاين، هنا نستخدم له هايبرتونيك وسيفير صوديوم ديبليشن. زين ايش قد النسب عندنا؟ عندنا 3% بها 513، 5% بها 850، ثاني حفظ يعني. اوكي زين لازم انه شنو ننطي؟ الادمنستريشن ننطي سلولي لانه هو نسبته هايبرتونيك نسبته عاليه فننطي سلولي. زين الصوديوم العفو صوديوم كلورايد سوليوشن وذ ديكستروز اللي نخبط وياه ديكستروز. زين عند اضافه ديكستروز وياها ننطي للجسم يسوينا بريك داون اوف ذا فات اند ذا بروتين انرجي، يكسر الدهون بروتينات يسوينا اياها انرجي. ذس سوليوشن ريبليس النيوترينت، يعني تنطينا نيوترينت تعوض النيوترينت اند الكترولايت تريت سيركيولاتوري انسفشنسي اند ديهايدريشن، يعالج الديهايدريشن. اوكي يعني هذا المحلول يعالج الديهايدريشن. بعض النسب المختلفة مثلا عندنا 2.5 5.5 هاي شنو تكون؟ تكون هايبوتونيك، الخمسة وتسعة هاي تكون ايزوتونيك، طبعا هاي مكررة شفناها قبل شوية بالسلايد اللي قبله. زين الديكتروز ان ذا ووتر سوليوشن، هسه الديكتروز بس الديكتروز ايش بيه؟ سوليوشن بروفيد بوث فلويد اند كربوهيدرات فور انرجي، يحمل الفلويد ويحمل الكربوهيدرات للطاقة. وبريفنت شنو؟ بريك داون فات اند بروتين فور انرجي، يمنع تكسير الفات والبروتين. ليش؟ لان هو اصلا بي كربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات راح تنطي طاقة فما نحتاج لا الفات ولا البروتين. The amount of fluid carbohydrate dependent on the solution، الكمية مال الكربوهيدرات تعتمد على المحلول. زين shouldn't use fluid resuscitation in the large amount may causes hyperglycemia. يقول لك دير بالك تستخدمه بالعمليات الانقاذ والانعاش. ليش؟ لان بي لارج اماونت كربوهيدرات يعني يسوي لنا هايبرجلايسيميا، يصعد السكر عندنا، فندير بالنا نستخدم ايزوتونيك نورمال سلاين افضل. زين ذن النسب مالته 2.5 هايبوتونيك 5 ايزوتونيك 20 و50% هايبرتونيك. زين يعالج الديهايدريشن، النسبة من 2.5 الى 5 يعالج الديهايدريشن.
النيوتريشن تعالجه 20 الى 50 ديكستروز، والهايبوغلاسيميك ايضا نستخدم الديكستروز ابو 50 تمام اذا كان عنده هبوط بالسكر. زين مالتيبل الكترولات سوليوشن اللي هو رينجر ورينجر لاكتيت. زين الرينجر سوليوشن هو يكون ايزوتونيك which have fluid electrolyte contains similar that plasma، يعني هو ايزوتونيك يعني مثل النورمال سلاين اذا تذكرون. زين they use to replace electrolyte physiological level of the extracellular fluid، يستخدموه بحالات الفيزيائيه اللي يسوي لها ريبليسمنت للمواد. doesn't provide calorie or magnesium and has limited potassium replacement، maybe يعني الكالوري مغنيسيوم مبي ايضا ممكن بي ليميتد قليل من البوتاسيوم. زين شنو هن يعني اللي موجوده بيه محتوياته مهمه جدا، 130 صوديوم 4 بوتاسيوم كالسيوم 3 كلورايد 109 للحفظ. اوكي زين يقول لك الرينجر لاكتيت هو الفيرست لاين بيمن بجماعه الهايبر كالسيميا وجماعه الميتابوليك اسيدوسس. اوكي زين وايضا الفيرست لاين جماعه البيرد جماعة الحروق تمام، جماعة الحروق هاي نسبة غير مهمة. الرينجر لاكتيت هو يكون فيرست لاين بجماعة الحروق والتروما. اوكي ايضا يستخدم بالهايبوفوليميا فيستولا درينج الكترولايت لوس ميتابوليك اسيدوسيس، ذن يكون استخدم بيهن الرينجر لاكتيت او الرينجر العادي. زين هنا الرينجر يقول لك الرينجر يكون الميتابولايز مالته بالليفر convert in the lactate and bicarbonate should be given patient with cannot metabolize lactate، يعني يقول لك هو يصير بي ميتابولايز بالليفر، فالاشخاص اللي عندهم ليفر ديزيز ممنوع انطيهم كوشن تحذيرات، لاكتيك اسيدوس ايضا ما يصير انطيهم. زين should be used caution for patient with heart failure and renal failure، ممنوع تنطي الشخص اللي بي رينال وهارت فيلر. ليش؟ لان بي ان اي هواي، بي ان اي هواي 130 تقريبا فممنوع. رينجر سوليوشن نفس ما قلنا انه يكون شنو مثل الرينجر لاكتيت وكونترا انديكيشن لازم انه ما نعطي اللاكتيك اسيدوسيس. دي المانيتول، المانيتول هو اوزموتيك دايوريتيك مدرر اوزموتيك ذات ميتابوليكلي ان ذا هيومن اند اوكر ناتشرال شوجر اور شوجر الكحول فروت اند فيجيتابل. وين نستخدمه هذا؟ نستخدمه مرات بالاوليجيوريا اكيوت رينال فيلر ريفرسيبل. زين انتراكرينال بريشر بالتريتمنت نسوي له يعني نعالج سيريبرال اديما، انتراكرينال بريشر اللي يكون لور يكون اقل من عنده، نعالج التوكسيك بي مانجمنت مال الاسبرين وبعض الادويه الباربيتوريت نعالج بها التوكسيك. اوكي زين الكولويد اخر شيء الكولويد اللي هو يكون جيلاتين سوليوشن ذات مينتينز هاي اوزموتيك بريشر ان ذا بلود، يكون نسبته عاليه بالدم يعني يكون اوزموتيك بريشر عالي، فاذا اذا ننطي كميه من عنده ممكن يسوي لنا هايبرتنشن يرفع الضغط انكريز شنو بلود بريشر. اوكي براكتيكال تو لارج باس ان ذا سيمي بيرموبل ان ذا كابيلر اند ميمبرين كولويد ستي ان ذا انترفاسكولار سبيس، يعني تعبر كميات كبيره جدا من الكولويد الى الدم وبالتالي يزيد الفوليوم مال الدم ومن يزيد الفوليوم يزيد البلود بريشر. اوكي زين يصير بي اكسباندد ايضا يعني تتوسع ويصير بي اونكوتيك بريشر يزيد الضغط داخل شنو داخل الفاسكولر. زين اكزامبل هو الالبومين والديكستران، هسه حناخذهم الالبومين ديكستران لان الاهم شيء موجودات بالكولويد. شوف هنا الكريستالويد يكون شنو بس الكترولايت ما بيها كثافه، هنا تشوفون انه بي بروتينات وبوليسكرايد بالكولويد يعني يكون بي كثافه هواي، فاذا هنا ما يرتفع الضغط بسبب المكونات، هنا لا يرتفع الضغط بسبب انه البروتين والبوليسكرايد جزيئات كبيره فيرتفع المي هنا يرتفع الفوليوم. اوكي they are useful expanded intravascular volume raising blood pressure يرفع البلود بريشر. the colloid indicated patient in the state and cannot tolerate large infusion fluid، الشخص اللي عنده ضغط فممنوع نعطي الكولويد بكميات كبيره. الكولويد بي بروفيد اكسبانشن بلازما فوليوم يرفع البلازما فوليوم ويسوي له جريد ديجري اند ايزوتونيك كريستالويد يكون اكثر منين من الكريستالويد. زين
tendency of the pulmonary and cerebral edema. يعالجن يعني أيضا يسوي لنا tendency بيها. 50% administration colloid stay intervascular. 50% من الكولويد يظل بالانترباسكولار ما يخرج الاكسترا. تمام؟ زين. Special يعني ما هي التحذيرات الكوشن اللي ويا الكولويد؟ أهم واحدة هو careful history of allergy. أهم واحدة هي الأليرجي، لازم احنا الشخص نسأل هل عندك أليرجي؟ ندير بالنا من الأليرجي، أوكي؟ دائما يصير عندهم أليرجي من ياخذون ألبومين. نسوي له close monitoring intake output and sign hypertension, hypovolemia، عفوا hypervolemia، لازم إنه ندير بالنا من الشخص من نعطيه كولود، ندير بالنا من الهايبرتنشن، من الهايبرفوليميا، جماعة الهارت فيلر، لأن كلن كوشن، كلن تحذيرات، تمام؟ زين. وين استخداماته؟ ذن استخداماته مهمات أيضا. استخدم بالأكيوت هيباتيك فيلر، البيرن، الريسبيراتوري دايستريس سيندروم، كارديوبلموناري، هايبوناتريميا، هايبوفوليميك، هيمالاتيك ديزيز، هيباتيك سيرجري، إلى آخره. شنو هنا الأدفيرس إفكت؟ هايبرتنشن، تيكي كارديا، كاردياك فيلر، بلمونري إديما، بريفرال إديما. أوكي؟ زين. كونترا إنديكيشن، أنيميا، هارت فيلر، بلمونري إديما، رينال إمبيرمنت، هيستوري أوف إليرجي، أهم شيء. تمام يا شباب؟ زين. وكانت هذا آخر سلايد. وإن شاء الله كانت المحاضرة سهلة، وإذا عندكم أي سؤال تقدرون تكتبوا لي على التليجرام. وشكرا جزيلا لكم، في أمان الله.